وأنزلت الملائكة بالتبشير للعالمين السعيد
والقدرة كشفت كنا عوان المسطور يبرز نور كاملا في عالم الكون نورا فوق كل نور وانفق فانفذ الحق امه على من اثر الله عليه النعمه من خواص الامه ان ينظروا عند ودعه امه تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها فيها لسماع المبذول حضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الغور معين من وسب الله له من الزرف بالقسمة الوافية فتوت الذي رتب الله على مطارد وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن غرور وبرز الحامل المحظور مذعنا لله بالعظيم.